في محافظة الجيزة وعلى بعد 8 كيلومترات شمالا من أهرامات الجيزة تقع قرية أبو رواش. القرية دي زيها زي أي قرية زراعية تانية في مصر، ما فيهاش حاجة غريبة غير إنه في عيلة اسمها عيلة طلبة بتمتهن صيد الثعابين والحيوانات عموما. العيلة دي بترجع لأبو عامر اللي أساسا جذورهم من شبه الجزيرة العربية. بيطلع أفراد العيلة دي لأي منطقة بيحاولوا يدوروا على أي حيوانات ممكن الاستفادة منها في الدراسات والأبحاث العلمية. الطريف في الموضوع انه حتى الاطفال بيشاركوا الكبار وبيدوروا على اي حاجة ممكن يلاقوها ويصطادوها بكل سهولة. ممكن نلاقي طفل راجع وفي ايده تعبان ولا عقربة بيلعب بيها. طبعا الصيادين دول بحكم الخبرة عارفين ايه اللي ممكن يلاقوه في المنطقة اللي بيدوروا فيها وعاملين حسابهم على اي حاجة ممكن يلاقوها فيها. بعد ما تخلص الرحلة دي بيرجع الصيادين للقرية وبيشوفوا الحاجات اللي اصطادوها وممكن يدوا الأطفال حاجات يلعبوا بيها عشان يتعلموا يتعاملوا معها ازاي. جوه البيت بيتجمع أفراد العيلة وطبعا كبير العيلة بيحاول يشرح لهم حاجات كتير عن الحيوانات وإزاي يتعاملوا معها وبيسألهم أسئلة عن الحيوانات اللي بيصطادوها، وطبعا اللي بيعرف بيشجعوه. طبعا في جوائز كتير، اللي بيكسب بيدوله جايزة سحلية ولا حرباية، وطبعا اللي بيكسب التعبان ده بيكون أحسن واحد فيهم. الصيادين دول عشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض من غير ما حد يفهم هما بيعملوا ايه ولا بيدوروا على ايه، اخترعوا لغة خاصة بيهم بيتكلموها بينهم وبين بعض محدش غيرهم بيفهمها. سعجيت لا تلقيب لا سعجيت لا جيجيب لا شعجيت لا تعجيب خلقصة يتلقوها من الجلطة. جوه البيت بنلاقي حاجات كتير، بنلاقي سحالي، بنلاقي تعابين، بنلاقي زواحف، حشرات، عقارب، حتى بيكون في بعض الحيوانات الكبيرة. طبعا الحاجات دي كلها بيوردوها للجامعات وللمراكز اللي بتدرس الحاجات دي.